طيب سؤال كمان جاي لي، انت موضوع تحديد مواعيد الرؤى بالنسبة لك ممكن يتأخر؟ ممكن يتأخر. انا عندي في البوستات المعلقة ناس كتيرة جدا معلقين لو حاجة اتأخرت، طب انا في حاجة حصلت فعلا فعلا في الوقت اللي حددتيه بالظبط، وفي ناس يقولك الموضوع لسه، او انا منتظرة خلاص فاضل ايام والشهر اللي حضرتك حددتيه خلاص جاي. فانا شايفاها الرؤية زي دي بتقول يعني احنا ما ننتظرش، الانتظار غلط، الانتظار غلط، تمام؟ الانتظار يعني بيدي شوية معاناة شوية. خليكي واثقة في ربنا، واثقة في الرؤية اللي جاتلك. حاجة تانية عايزاها منكم، الرؤى اللي بيكون فيها تحديد وقت ما نتكلمش فيها كتير. يا ماما انا الوقت اتحدد لي، مليكة قالت لي كذا، يا ماما او يا اختي حصل كذا والوقت هيبقى كذا، انا منتظرة مش عارف شهر ايه علشان مليكة قالت لي كذا. غلط غلط غلط، الكلام ده كله غلط. ما ننتظرش ونسيب الموضوع كده على ربنا، وان شاء الله ربنا بإذن الله تعالى يحقق لكم كل اللي انتوا عايزينه.